يعني عارفة ايه؟ احنا قعدنا من سنة لغاية الثورة الريه قعدنا 10 سنين حدش فينا بيفتح بقه على الجزر ابدا، طول ما الشام موجود خايفين منه. متى بدأت قضية الجزر؟ انا عارف انه بعض العرب ممكن يقولوا انه عندهم حق في جزء من الجزر، في ابو موسى، في طنب، اللي انت عايزاه، لكن هذه شوفي لازم تفرقي بين الرئيسي والمهم بالنسبة لك وبين الفرعي. الرئيسي في هذه المنطقة حفظ التوازنات الكبرى فيها، إذا كانت جت توازنات موالية لي وموالية لما ما هو أنت هنا برضو أيضا يتوقف، لابد أن تقيسي برا ما حولك بمقياس مصالحك أولا، بمقياس أمنك، بمقياس ما يمكن أن يؤدي إلى التوافق بينك وبين القوى المؤثرة في المنطقة. شكل العالم في 2014 أيضا، أوروبا هل ستكون أكثر قوة وتدخلا في المنطقة؟ تدخلا ما حدش، شوفي هقول لك، ما عادش حد هيتدخل بجيوش، يعني هنتدخلوا بمرتزقة بالطريقة اللي احنا شفناها، هتدخلوا بالاقتصاد، هتدخلوا بالتكنولوجيا، هتدخلوا بكل وسائل، لكن أنا عصر القوة المباشرة أنا بعتقد أنه لم يعد قائما. عصر القوة المباشرة إلا فيما ندر زي ما شفنا في ليبيا بالطريقة اللي حصلت، واللي حتى أوروبا عجزت تعمل حاجة، فاضطر الأسطول الأمريكي يضرب والطيران الأمريكي يضرب لكي تحسمي مواقف معينة ضد النظام القديم، لكن عجزت عن يعني الاستحلال البريطاني لما جاء في مصر أنا بعتقد أنه كان له مزايا، كان له مزايا أن كرومر أنشأ إدارة حديثة، لكن هذا العصر انتهى، اللي جاي مش هيخش عندك، هياخد كل المكاسب من بعيد وهيسيب لك كل المشاكل تحت تحيط بك.